ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، منورنا هنا في البيت الكبير. برحب بك يا كابتن ربيع، ويعني اول كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه مولد النبي، وان شاء الله باذن الله دايما كده ايامنا تبقى اعياد وسعاده ان شاء الله وامن وامان. طمنا يا كابتن عليك، لان اخر مداخله بصراحه كنت معانا هنا في البيت الكبير. استنى سلم عليك. قول كل سنه وهو طيب. ربنا يكرمك، كل عام وانت طيب. طيب يا كابتن سام، كل عام وانت طيب. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير، كويس، كله تمام. انا اللي هسال. ربنا يتفضلي. صعوبات كتير مريت فيها ونجاح على الجانب الاخر منقطع النظير بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. حصل ده، يمكن يعني مريت بده مع منتخب الشباب وحصلت على امم افريقيا وبيتكرر تاني دلوقتي. احكي لنا بقى على الصعوبات دي. وهاني كان، خلي بالك، كان ماسك المنتخب وكان رايح الاولمبياد وعاوز صالح جمعه، وانا يعني لعبت مع كينيا 0-0 والدنيا عندي. قلت له اتفضل يا كابتن، ده حقيقي. صح ولا ده حقيقي في الوقت صعب طبعا جدا. المنتخب الاول الكبير والمصلحه حقيقي. هو بصي حضرتك، هو انا عشان برضو يعني انا عندي منتخب وعندي تصفيات، فالطبيعي جدا ان اي مدير فني ان هو يجهز، يبقى عنده برنامج قوي يقدر يجهز بيه فرقته عشان اقابل الفرق. انا اقابلها ازاي؟ وبيني شكل، وبيني طريقه، وبيني تكتيك، حاجات كتيره جدا في الكرة اتعلمناها ودرسناها واحنا مدربين يا كابتن هاني. فالطبيعي جدا ان احضر فرقتي، خد بالك، على المستوى البدني والمهاري والخططي والنفسي والذهني، خد بالك. يعني الانديه طمعت في اللعيبه، انا كان نفسي ان الانديه تساعدني. يعني لحد دلوقتي يا كابتن انا بلعب. بعد المداخله يا كابتن ما كانش فيه تجاوب اكبر شويه من اللعيبه، يعني لحد دلوقتي بص، في مدربين احتاجوا لعيبه وديتهم بيلعبوا بكره في الجمعه ويلعبوا السبت ويلعبوا واخر ماتش في الدوري. شوف ما طلبوا خلاص الامور، يعني الامور استقرت بشكل كبير. يعني مش يعني انا بلعب اسوان من 3 4 ايام وانا عندي 9 لعيبه، 5 اصابات واربعه موجودين بره خالص، لكن بلعب واتصرف. ما انا بلف المحافظات عشان الاوقات العصر، بدل ما يتجهز 35 او 40 لعيبه كابتن بنوسع الدوري ب 50، كله لصالح الاجيال وصالح مصر، الكره المصريه. صحيح. فطبعا امبارح جالنا جواب النهارده ان البطوله اتاجلت شهر، بطوله شمال افريقيا تصفيات. فطبعا المفروض ان انا، ايه راي حضرتك في القرار ده يا كابتن؟ لا انا كان نفسي ان انا اكمل والعب. ليه؟ لان هعاني رغم الصعوبات يا كابتن. يعني هعاني. افتكر ان حضرتك دي فرصه كمان ان هعاني، يعني خلاص انا الاولاد خلاص اتعرفوا واتاخدوا، هفضل اعاني. يعني انا عشان اجهز مثلا، ممكن اقول لك انا اجهزهم في 4 أسابيع في الشهر. بس انت كنت مستعد للبطوله دي يا كابتن؟ بطوله يعني اعتقد كانت قريب جدا. البطوله كانت امتى؟ كان مقرر من فبراير لمارس الجايين المفروض. في 11 من 9/11 ل 24/11. طيب انت كنت يعني كنت جاهز انك رغم الصعوبات ديت ورغم الغيابات دي كلها انك تخش بالظروف دي؟ بالظروف دي. انت عارف الاسبوع رقم كام اللي بداته امبارح؟ الاسبوع رقم 11. ليه؟ 11 اسبوع؟ طبعا انا عامل برنامج قوي جدا وبشتغل صح وبحضر يعني في نفس الوقت. بالظروف دي يعني احسن لي ليه؟ لما يرجعوا الانديه واطلبوا من الانديه الدوري يبتدي. انت باصص لقدام ساعه الدوري ما يبتدي خلاص. فانا قلت بالظروف دي لسه امبارح مثلا جاي لي ابراهيم عادل امبارح، احمد عيد هيجي لي يوم 6/11 لاعب الزمالك قبل البطوله، قبل الماتش بقى بثلاث ايام، خد بالك. محمود صبري اخده من تونس هناك. زياد عندي لسه في انبي ما جاليش، خد بالك. عبد الغني الاتحاد طلبوا مني عشان عنده ماتش في مع هي اتاجلت يا كابتن ربيع ولا شهر؟ تحلت شهر. ما انا عارفه، بس كان في مهله ادت لتونس، يعني منحوها لتونس علشان تقرر اذا كانت ليها القدره على استضافه البطوله ولا لا. المهله بدات من النهارده من الشهر للتاجيل. ايوه تبع حياتك. بس فهو ده، يعني الظروف دي مش هتبقى احسن. فانا قلت لا بالمره العب بقى عشان اخلص. ليه؟ ما ينفعش يعني، مين اللي هيديني اللعيبه شهر؟ اذا كان يوم يومين ثلاثه بيبقى صعب، اربعه صعب. صحيح. خد بالك؟ فكنت عاوز اكمل. الظروف دي احسن من القادم بالنسبه لي.